معلنون أن قضيتنا قضية حقوقية بامتياز. منذ أشهر وهم يطرقون أبواب السفارات، يعتصمون، يرفعون لافتاتهم المطالبة بصرف مستحقاتهم، ثم يعودون إلى مساكنهم، تلاحقهم تهديدات ملاك البيوت بطردهم منها. هذا إذن ما أصبح جزءا من الروتين اليومي لطلاب اليمن المبتعثين في الخارج. فبعد أن توقفت مستحقاتهم لما يقارب سنة دراسية، ترك عدد كبير منهم مقاعد الدراسة وذهبوا بحثا عن عمل يوفر لهم ما يمكن توفيره من متطلبات العيش في بلاد الآخرين. بعد أن تقطعت بهم السبل فلا يستطيعون العودة إلى بلادهم ولا الاستمرار في الدراسة. اعتاد الطلاب دوما تنظيم فعاليات ووقفات احتجاجية في مقرات السفارات اليمنية في الخارج كسبيل لإيصال أصواتهم ومعاناتهم إلى المسؤولين في الحكومة، غير أن تلك السفارات اليوم باتت تضيق بهم وبأصواتهم. في الإطار ذهب طلاب اليمن الدارسون في روسيا لسفارة بلادهم في موسكو، هذه المرة لم يتمكنوا من الدخول إليها، وهم يقضون يومهم الثاني وسط العواصف الثلجية لأن القائم بأعمال السفير قرر إقفال أبواب السفارة في وجوههم. طبعا السفير، هاي سيارة السفير، وكلف رجال الأمن بالتعامل معهم. ألاف الطلاب اليمنيين المبتعثين في عدد كبير من دول العالم واقعون تحت مرارة المعاناة منذ أكثر من عام، ولا أحد يستجيب لأصواتهم التي تواجه بكثير من الصمم والتجاهل وقليل من الوعود. كافة الأبواب التي يطرقها الطلاب باتت مقفلة، وهو ما جعل ناشطين يطلقون حملة تضامن واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ذلك يوصل معاناة الطلاب لصانعي القرار.